ضيفنا لهذه الحلقة هو الفنان المتميز عبد الرحيم المنياري اللي جاء على أساس مشاركة في برنامج حواري مع منشطة طرحت عليه مجموعة من الأسئلة المنطقية، ولكن بعد ما مشى جاء يحيى وقلب الأسئلة كاملة وعطاه أسئلة مغايرة. سين المنياري جاي يشوف المونتاج من بعد وجات معاه الزوجة ديالو اللي كانت متآمرة معنا، شوفوا معايا شنو وقع. مساء الخير، مساء النور، مساء الفن. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مسار نجم. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بالفنان ديالنا سي عبد الرحيم المنياري، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. فترة الثمانينات أسستي فرقة ديال المسرح وكانوا كيشكلوها مجموعة من التلاميذ اللي هما ديالك، تذكرنا الأسماء ديالهم. حسن الفد، حفيد الخطيب، محمد الصوفي. تبارك الله، هادو كاملين ولاو نجوم. شنو الإحساس ديالك بلي كتشوفهم دابا هما في هاد المرتبة اللي وصلوا ليها؟ إحساس جميل تماما. ومن الأسماء اللي تألقوا من تلاميذ ديالك كان أستاذ حسن الفاد وفاطمة خير ورشيد الوالي، تقدر تقول لنا شنو العلاقة اللي كانت كتربطك بهم في هذيك الفترة؟ علاقة أستاذ مع الطلبة، تسود على الاحترام والحب المتبادل. هاد الأسماء أستاذ اللي كانوا تلاميذ عندك، واش كتظن أنهم كل ما درسوش عندك أنت غيكونوا نجوم ويوصلوا لهاد المرتبة اللي وصلوا ليها؟ ضروري الجواب على هذا السؤال. إلا بغيتي. لا، من بعد تجربة طويلة ديالك في ميدان المسرح أنت جئتي لميدان الإخراج وكانوا عندك مجموعة ديال الأعمال، واش كتعتبر أنك توفقتي في الإخراج؟ بزاف. واش أنت أستاذ صاحب مقولة الممثل أو تعالي الممثل على الجمهور واجب؟ شنو بغيتي تقول من هذه المقولة؟ بغيت أن الممثل يكون الفوق والجمهور يكون لتحت يتفرج فيه، ماشي غير فوق سيرسين فوق الخشبة، بل بغيت يكون فوق منه. هذا ماشي غرور بزاف منك أستاذ؟ سميها كيف ما بغيتي، هذه كتبقى وجهة نظر ديالك أستاذ. كنشكرك على الحضور ديالك. مستخيرات العبات، هذا العبات مفهوم ديال الشارع ماشي العبات عند بريخت. شوف، كانت معايا درية لابسة الحمر، ما كانش معايا الأخ، والسؤال ماشي هكا لأن الناس هادو قراو معايا. واش بالك هادشي اللي كيقول معقول؟ ولكن أنا صوتك لهنا عبد الرحيم، هضرتك هادي ميم ديك، كيفاش درية؟ واش أنا أحمق؟ واش أنا هبيل؟ واش أنا مسطي؟ واش كنكلم في حويجي؟ أنا ماشي مونتاج هذا، هي التفلية هذه. فهمت شنو بغيتي تقولني؟ تهدنا عبد الرحيم. واش التيراج ديالي أنا؟ التيراج ديال الحسن الفد، أنا غنقري حسن الفد في المنطق، واش داخل الدماغ؟ شكون حسن الفد؟ ما تعرفش حسن الفد؟ سي تان كرون ارتيست هاد السيد. صغير ولا كبير حسن الفد؟ اش كيدير حسن الفد؟ خرج انا نعيط عليه. انا بس خويا عطيك ست شوف راه شكون شي مصيبه اخرى اكثر من هادي. ذكري الاعمال اللي قمتي باخراجها. يعني فلست كاع فيلم سينمائي، التليفيلم كنظن شي 12 ولا 11، المسلسلات شي 7 ولا 8. تبارك الله تبارك الله، سبحان الله. انا راه ممثل، انا ما عمري درت الاخراج. واش انت ممثل؟ كيفاش واش انت ممثل؟ واش كندير؟ لا، حيت انا قلت لك ما كنتش خدام هنا في المناجين، كنحفر المناجين. ما تقدر، انا حيت ما عارفكش اش كدير. هو ممثل، هو هيك استاذ. الا بغيتي تبارك الله، على خاطرك تبارك الله. واش عمرك؟ شحال عمرك؟ انايا عندي 24 عام. هو بالسيف 24 عام، داك الشيء علاش؟ انت باقي صغير ما تعرفش. ولكن راه بديت المونتاج فاش كانت عندي 16 عام، دونك دابا عندي 8 سنين ديال التكريم. بديتي في القرعه في البيدون. شنو هو؟ حبيب؟ لا، المونتاج. درت المونتاج فاش كنت صغير. بديتو الي بوك فاش كنت صغير. لاباس؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. بخير؟ نعم بخير الحمد لله. انت لاباس؟ حيت قلتي لي شويه عيان. واش انت كنتي معايا؟ جوني غير على هذا السؤال باش نعرف. واش انا ماشي مسطي؟ لا، ما كنتش معايا. ما كنتيش معايا؟ عيطي على حافظك الله يستاهل. زعما اسئله زوينه. لا، شوف انت بوحدك. وزنا الاسئله اللي بقاو نشوفو حتى ما عرفتش. اسئله ما عجبوش الاستاذ. وقال لك هادشي مزيان، غير هو قال لك انت ما كنتيش جالس معاه. عرفت؟ لا، ولكن يعني على منافق. وين هاني؟ انت ما يصاوبني ديما المنافق. واش انا
قلت لك غير هو اللي خير. قالها ولا ما قالها؟ انا قلت لك هو اللي خير. قال هاد الهضره. قلت لي واش كتنسى ولا ما فهمتش؟ لا واش ما عجبوش الاسئله ماشي انا اللي ما عجبتوش. انت دابا هي الزوجه ديالو. الزوجه ديالو هي تكونفيرمي. واحد القضيه شحال سؤال خديتي؟ وما قال لك دي مينيت تهليت فيها انا زدت لي اين مينيت من عندي وانت ما كتعرف والو انت مخربيق وانت ماشي بنادم انت وانت ماشي بنادم كتمني تكون تلقيت معك في الزنقه ربي يكون تلقيت معك في الزنقه تنفرجك بالله صافي غنقول لك انا شنو كاين انا زعما كيفاش تهدى تهدى صافي انا سمعني الله يجزيك بخير انا نقول لك شنو كاين شوف هذا راه مالي والو المشكلة أن البرنامج ماشي هو مساج برنامج هو كاميرا خفية ساتي على الساعة كاينة كاميرا هنا مخبية وكاينة واحدة أخرى ممكن تطلق في الواقع انا ما عمري كنت كنظن انني شي نهار غادي نكون ضحية للمقاليم ديال الكاميرا الخفية على طول المدة ديالي اللي عرفني الله بهذه الحرفة هذه وبهذه المهنة شاركت مجموعة من الكاميرات الخفية ولكن كنت أنا اللي كنصيد الناس في المقالب ساعة سعيدة دامت لكم الأفراح وديما مسيدين مع الكاميرا الخفية شكون هما الفنانة اللي يعني درسوا معك في المعهد يعني في ذاك الفترة ديال الدراسة حسن الفد حفيظ الخطيب محمد الصوفي المرحوم مصطفى موريد فاش من عام كان ميلاد ديال السي عبد الرحيم المنياري ضروري الجواب على هذا السؤال هذا